هنكمل مراجعة التاريخ ويلا مع بعض كده. أول سؤال: لمن تنسب الأعمال اكتشاف طريق رأس رجاء الصالح؟ أنا شايف كله رافع إيده، اختار. البرتغال. يبقى البرتغاليين هم اللي اكتشفوا طريق اسمه طريق إيه؟ رأس رجاء الصالح. استطاع دخول القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية، من هو صاحب الشخصية اللي فتح مدينة القسطنطينية؟ أكيد زي ما أنا شايفكم رافعين إيديكم، يلا يا بشوي. محمد السامي. محمد السامي، ويلقب بالفاتح لأن هو فتح مدينة الإيه؟ القسطنطينية. السؤال رقم 3: شاب سوري قتل كليبر، مين هو يا أنس؟ سليمان الحلبي. سليمان الحلبي هو اللي قتل مين؟ كليبر. قائد الحملة الفرنسية على مصر، مين هو قائد الحملة الفرنسية على مصر؟ ولسه حلينه من شوية، نابليون بونابرت. برافو عليك. السؤال اللي بعده: أحد خلفاء محمد علي وكون إمبراطورية تصل لمديرية خط الاستواء، مستر مين اللي قدر إن يعمل إمبراطورية كبيرة؟ الإمبراطورية دي وصلت لخط الاستواء. طبعا الخديوي إسماعيل هو اللي قدر يعمل الإمبراطورية دي، وعشان كده الدول الأوروبية اتضايقت جدا وقاموا بالضغط على السلطان العثماني لعزل الخديوي إسماعيل وتعيين ابنه مين؟ توفيق. توفيق. السؤال اللي بعده: ما النتائج المترتبة على معركة الريدانية؟ احنا عارفين، نرجع للزمن شوية، ان الدولة العثمانية دخلوا سليم الأول مع المماليك في معركتين، والمعركتين انتهت بهزيمة مين؟ المماليك. طب معركة الريدانية نتيجتها انتصار سليم وهزيمة طومان، وانتهت باي باي كده دولة مين؟ المماليك. السؤال اللي بعده: مذبحة القلعة، ما النتائج المترتبة على مذبحة القلعة؟ كالعادة كل الصف رفع ايده، بس انا هختار برضك. طيب مذبحة القلعة هي هدفها الأول القضاء على مين؟ على المماليك. بس أنا عايز إجابة سهلة كمان. بدأ محمد علي يتفرغ لسياسة مصر، الراجل ده خلاص بقى هيحكم كده من غير قلق، لا في مماليك ولا في زعامة إيه؟ شعبية. مستر هو الزعامة الشعبية كان عمر مين؟ عمر. حد فاكر اتنفى فين؟ دمياط. ممتاز، اسمه إيه؟ دمياط. تمام، السؤال اللي بعده: اختر الإجابة الصحيحة. مؤسس الدولة العثمانية، مين هو اللي أسس الدولة العثمانية؟ عثمان بن أرطغرل. مستر في ناس كتيرة بتقول سليم الأول وفي ناس بتقول محمد، اسمع كده، الدولة العثمانية من اسمها أكيد واحد اسمه إيه؟ عثمان. خرجت الحملة الفرنسية من ميناء، مستر كان اسمه إيه الميناء ده؟ طبعا كان اسمه ميناء طولون. السؤال اللي بعده: اهتم محمد علي بإرسال بعثات للخارج، الراجل ده كان بيحب جدا دولة اسمها دولة مين؟ فرنسا. السؤال اللي بعده: أنشأ محمد علي ترسانة لصناعة السفن، أكيد ما دام هتجرب السفينة بتاعتك لازم تجربها في البحر، برافو عليك، فكان لازم تبقى مدينة مين؟ اسكندرية. اسكندرية. السؤال اللي بعده: أعطى نقط امتياز حفر قناة السويس لفيردناند ديليسيبس، يا ترى مين الشخصية دي اللي خلت قناة السويس ملك للفرنسيين بدل المصريين؟ محمد سعيد باشا. صوب ما تحته خطأ. كان نظام الحكم العثماني عادلا، مستر ده نظام زي الزفت، يقولوا عليه نظام ايه؟ استبدادي. استبدادي يعني نظام ظالم ولا عادل؟ ظالم. قاوم الحاكم الفرنسي، او قاوم معلش الحملة الفرنسية في مصر، مين هو اللي قاوم الحملة الفرنسية في مصر؟ اللي قاوم الحملة الفرنسية وكانت مدينة اسكندرية، كان اسمه محمد قريم.